هذا وقد أكدت عائلة محمد بن أحمد بوزيد الدوسري تجديدها البيعة والعهد والولاء لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ودعمها لسياسة جلالته التي تنطلق من مبادئ سامية وحضارية تحقق أمال وتطلعات شعب البحرين الوفي. واستنكرت عائلة بوزيد ما تردده قناة الجزيرة القطرية المارقة من تحريف وتزييف للحقائق التي تمس المملكة وقيادة جلالة الملك المفدى ومحاولة شق الصف الوطني البحريني الوفي.